صباحكم خيرات، أيامكم سعيدة، ضلوا دائما مبسوطين ومرتاحين. اليوم الثلاثة، يسعد أوقاتكم، ضلوا بخير. 2 طبعا تموز، إن شاء الله أيامكم سعيدة. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، مع أنه اليوم في أول التغييرات. المشتري ما زال متراجعا في برج القوس. المريخ دخل اليوم على برج الأسد، هو من بارح صراحة بس باعتبار الخطوة همية، فدخل على برج الأسد، انضم للعطارد الموجود في برج الأسد، صار عطارد والمريخ في برج الأسد. هلأ هذا بيعمل بعض التعب المالي لمولود برج الثور، وبيعمل بعض التعب الصحي لمولود برج الثور، مولود برج العقرب ومواليد برج الدلو. الشهر القادم كله التحذيرات له، ليس فقط صحيا جسديا، كتير وارد يكون الصحي نفسي، ضيقة خلق، عصبية، هاي القصص اللي لازم ننتبه لها. الزهرة في برج السرطان مما عم بيخلي مواليد الجدي والحمل مو كتير الأريح على الصعيد العملي. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم الأمور جيدة على الأقل، يعني إذا انتبهت على عائلتك أو انتبهت على الشيء اللي قلقك، لأنه أعتقد في شيء قلقك، خذ مني نصيحة مولود برج الحمل، خير الأمور الوسط اليوم على الأقل، يعني اليوم وبكرة الحقيقة، لأنه شوي متطرف أو شوي عصبي أو الآخرين اليوم عم بيضغطوك بطريقة ما، أو يمكن الآن أنت على برود، على جفا، على قصة صحية، بعض الهموم العائلية مثلا عم بيحملوك بطريقة ما، مثلا لألك يعني مسؤولية، ما بعرف، الأمور ليست في أفضل حالاتها عموما. بيخطر لي الأمور نفسية على فكرة أكثر من أنه يكون في شيء على الأرض، مع ذلك لازم ننتبه. مولود برج الثور اليوم للأنشطة الرياضية، للحماس، للحركة وللدعم، والحقيقة الأمور جيدة مع أنك مشغول بمن تحب، هن الأصدقاء، هن الأسرة، هن الناس أنت بتحبهم. الأمور اليوم بالنسبة لك جيدة عموما على كل الأصعدة تقريبا، وخاصة كحركة. طبعا لابد أنه قول وجود المريخ في برج الأسد ممكن يتعبك صحي لألك أو لأحد المقربين، ولابد قول أنه انتبه ماليا لأنه صرفك عم بيكون أكثر مما يجب. والحقيقة الأسبوع القادم أو الشهر القادم كله رح يتراجع عطارد، رح يتقدم، يعني كله تقريبا متعب على الصعيد المالي، لذلك بدك تنتبه شوي وتحاول تحمي علاقاتك. مولود الجوزاء يعني الأمور جيدة، بس أعتقد أغلب صرفك بالفترات القادمة رح يكون عائلي أو على أمور عقارية، ممكن يكون، ما بعرف إذا على بالك، بس يعني اليوم مولود الجوزاء مرح، حيوي، علاقاته جيدة، والأمور بالنسبة له أنا بعتبرها إيجابية. هلأ المشكلة إنه هو هالكم يوم للتبذير بامتياز بوجود عطارد في برج الأسد، بدك تنتبه إنه يعني ما حتضل الأمور جيدة مثل أول 10 أيام، آخر 20 يوم رح يكون في تراجع لعطارد، لذلك ممكن يكون الصرف أكثر من الدخل. صباحكم خيرات مواليد برج السرطان اللي فايقين اليوم للإنجاز، للصحة، للطاقة، أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا. اليوم يوم جيد لألك، فيه أفق جديدة، فيه يمكن تفكير بعمل جديد. مواليد برج السرطان عنده نقاشات اليوم، عنده نشاط، رايح رياضة، عم بيعمل علاقات إيجابية، مبسوط بمن حوله. الناس اليوم عم بتدلله لمولود برج السرطان عموما، والحقيقة اليوم هو ما عنده التشاؤم، بالعكس عنده ضحكة، عنده مرح، وأنا بعتبر الأسبوع القادم كله يعتبر الأسبوع الأفضل بالنسبة له. عزيزنا مولود برج الأسد الحقيقة اليوم مكسل، ضايق خلقه، ما كتير بأريح حالته، ما بعرف إذا الأمور إلى علاقة بعتب، بكسل، بأمور ممكن تكون شوي مضايقته، نوع من أنواع الماضي يطلع له فجأة، حدا يقول له هذا غلط هذا صح، حدا ضاغط عليه مولود برج الأسد بطريقة ما، يمكن في هاي الأيام مفترق طرق بالنسبة له، اعمل هيك ولا اعمل هيك. هلأ وارد يكون في بعض التعب، ما قلت لا، أو الأخبار اللي مو كتير مريحة. على كل الأحوال إذا ملاحظ الشهر القادم ما حيكون في شيء سيء سيء، يعني ممكن يمر علينا يوم فيه بعض المضايقات مثل اليوم، طبيعي. على كل الأحوال أيام تجي شوي حلوة شوي مرة نتحملها، بس برأيي أنا الشهر بالنسبة لك عموما جيد. مولود العذراء يعني بعد يومين من التعب اليوم الأمور بقى كتير أفضل، على الأقل على الصعيد الاجتماعي، يعني اليوم استقبل ودع، علاقات اجتماعية، دعوة، تسلية، روحة، سيران، يعني وارد يكون في فرص لترتب أمورك على الصعيد الاجتماعي، واليوم الأفضل للعلاقات، للسفر، للتعارف، يعني أنا بعتبره يوم جيد على كل، ليكون في شيء جديد وإيجابي. مولود برج الميزان الحقيقة أنت المتعب، لأنه قابل للأخطاء، هاي قصة كتير انتبه لها مولود برج الميزان، ممكن تغلط لك شيء غلط غير مقصود، ممكن تتأجل بعض الأمور، ممكن يعلى صوتك فجأة بطريقة تستفز الناس اللي حواليك. أنا بقول اليوم في بعض المضايقات، ماني عم أقول لا أبدا، بس فعليا
اليوم انت معصب، يعني نقاشاتك قد تهدف انه انا لاقي حل، الا انه صوتك ممكن يعلى فجاه، ممكن تتمسخر على شيء قصه، تحكي لك شيء كلمه مو بمكانها فيفهمك الاخر غلط، سواء الاخر زوج. وانا ارجح طبعا امر شخصي بوجود الزهره في برج السرطان، ما بشوف كثير امورك الشخصيه تعتبر الافضل. مولود العقرب اليوم للمال او للسفر، انت شو مشتهي او انت شو متمني؟ عموما انا بشوفه يوم جيد لتنقلات، لسفر، لعلاقات مع الاخرين، لانجازات، خاصه بمكاتب المسؤولين عن اعمالك مثلا، او امك ابوك اذا بعد عمرك يعني ما صار في شغل، يعني الناس المسؤولين عن مالك اليوم نقاشاتك معهم ممكن تكون ايجابيه وتجيب جدوى. ما بعرف اذا في سفر، ما بعرف اذا في اوراق، بس بالغالب الامور لمولود برج العقرب مبشره، أوقات مميزة عم بيعيشها أو عم يحسم بعض القضايا المعلقة. مولود برج القوس صالح الناس اللي انت زعلت منهم خلال اليومين أو زعلتهم خلال اليومين. أنا أعتقد أنه مرقت بيومين كانوا متعبين، اليوم بقى أفضل، يعني فيك تصالحهم، فيك تعتذر منهم، فيك تسعي حالك أنه انت ما انك زعلان، يعني ببساطة تتصل فيهم، تحكي معهم، ترتب أمورك. يوم أنا بعتبره جيد لمولود برج القوس، عم تتقبل الآخرين كما هم وليس كما اعتقدت باليومين السابقين، لأنه نظرتك كانت حساسة أكثر مما يجب. اليوم في ردود إيجابية تسعده عموما مولود برج القوس. مولود برج الجدي هو اللي شوي متعب أو متأخر، خليني أقول، أو في أشياء عم بأجله، مانو كتير بأريح حالاته اليوم. ما بعرف إذا كان في يعني صدام محتمل بينه وبين ناس هو بيحبهم. هلأ هذا الأهم أنا برأيي لمولود برج الجدي، لأنه مولود برج الجدي يعني مانو كتير بأريح حالاته بهاليومين، في صعوبات أو في تأجيل أو تأخير. المشكلة مولود برج الجدي بس توعده وعد يعني لازم توفي فيه، وبيعتبره الوعد جدي. اليوم بقى ممكن يكتشف في كذب، تأجيل، تأخير، هلأ هاي القصة أو العرقلة ممكن تجعله متضايق فعلا، أو يشعر إنه هذا الآخر عم يكذب عليه مثلا. هلا هو ما نوع عم يكذب عليك، انه صار معه مشكله، اخرته واجلته، او انت تاخرت امورك شوي، شو بصير دخيلك؟ الصبر انت اللي اخترعته عموما. مولود برج الدلو اليوم عنده 100,000 قصه شاغلته، شغله كثير وعمله كثير وما له فاضي يحكي راسه اليوم ابدا، مو للنوم مثلا، مو للراحه مثلا، مو لانا هيك ضلني مرتاح، لا بالعكس، اليوم يوم فيه شغل ولازم تنظم وقتك. باعتبار انا دائما بشوف مولود برج الدلو كونه ينتمي الى الابراج الهوائيه، فدائما ابو عجقه ما عنده هذا التنظيم، انه انا لازم اعمل هيك اولا ثم هيك اولا ثم هيك يعني ما عنده هذا التنظيم، فجاه بتلاقوه هون فجاه بتلاقوه هونيك، يعني هو من هذا النوع. لذلك انا برايي انه كثير الحكايه اليوم بده تنظيم، كونه ما في نوم الظهر، ما في راحه، وفي شغل كثير وعملك الحقيقة، يعني انشغالات عدة اليوم. طبعا أنا بدي نبهك بشكل جدي من وجود المريخ في برج الأسد، لأنه رح يجعلك طوال الشهر القادم عصبي أكثر مما يجب، وطبعا لازم شوي صغيرة تنتبه صحيا. مولود برج الحوت أفرج عنك فلكيا، يعني الأمور أفضل بكتير اليوم بعد يومين من التعب. اليوم بقى الأمور أفضل، سواء لتناقش، ليكون عندك يعني اجتماعات، لترفع لنا سبابتك وتقول لنا شو نعمل شو ما نعمل، قد الامور صح قد غلط. حاول تصلح اخطائك على كل، تعتمد على ابتسامتك، تفاؤلك. انا بعتبره بالمجمل يوم جيد، انت تملك حجج منطقيه لتقنع الاخرين بوجهه نظرك، اليس هذا جيدا؟ جيدا. خليني عايد مولود اليوم واتمنى له السعاده. مولود اثنين طبعا، ان شاء الله ايامكم خير دائما. مولود بحب الآخرين وما بيعرف إنه يكره، أقصى ما يفعله إنه يتجنب الناس اللي هو بيكرههم أو ما بيحبهم، أو حتى شاف عدم محبة من عندهم ببعد شوي عنهم. مولود دائما عنده حيرة، متردد باتخاذ القرارات، وأنا أنصحه فعلا من طيبته، من إيمانه إنه ما لازم يكذب. دائما بيتعرض بالمجمل لأشياء العلاقة باحتيال من الآخرين، يستغلوا طيبته وبيكذبوا عليه بطريقة ما، فما في مانع نحن نستشير الناس اللي نحن ما نحبهم، قادر على الانتصار من الأشخاص اللي عنده حب منافسة، وإذا في حدا يعني نافسه بتلاقوه بيطلع غير واحد، يعني بيطلع فعلا شخص مبدع ومبتكر، حساس عموما، ذكي، يحب العمل، ما بتفوتوا على فكرة لا شاردة ولا وردة، رغم أنه يبدو هو هيك يعني ساهم دائما، أو كأنه بتحسوه بدنيا مختلفة عن الدنيا اللي هو فيها، يعني دائما هيك شارد، بس هو ما بتفوتوا لا شاردة ولا وردة، وبيعرف فعليا شو عم بيصير
بالدقة إذا بتكون، بس هو حلاوته أنه كلامه قليل. السنة له سنة جيدة، وجود الشمس يعني وعطارد، العطارد دخل على بيت المال، الزهرة ببرجك عم بيخلي الأمور العملية إيجابية. أنا بعتبره أفضل شهر هذا الشهر القادم، طبعاً واللي بعده الحقيقة للعمل وللمال. أمورك على هذا الصعيد جيدة جداً، ما بعرف نفكر بسفر وارد يعني، بس لسه الأمور العائلية والمالية العائلية والعاطفية لا تعتبر في أفضل حالاتها. الثامن أفضل من هذا الشهر عائلياً وعاطفياً. إن شاء الله أيامكم سعيدة وتضلوا دائماً بخير.